كمان عايزين نقول يا رب خير وان شاء الله ربنا يكرمنا و ويخيب ظن المتشائمين مننا انا بتكلم على المنتخب يعني عايزين نقول نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب مصر اللي ابتدى امبارح استعداداته في الكاميرون لخوض منافسات أمم افريقيا واللي ان شاء الله هيبتديها منتخبنا بكره باذن الله امام نيجيريا في الخامسه مساء بتوقيت الكاميرون يعني الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره في افتتاح المجموعه الرابعه لبطوله الامم الافريقيه، شارك في المران 25 لاعب بينما واصل عمرو السوليه السوليه تدريباته بشكل منفرد، كمان تم اجراء مسحه طبيه لكل افراد البعثه ضمن الاجراءات الخاصه بالكشف عن فيروس كورونا وعلى جانب اخر يعني تلقت البعثة موافقة الاتحاد الافريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داوود إلى قائمة ال 28 لاعب بدلا من محمد حمدي المصاب للأسف في الركبة بعد تقديم كل المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها. كانت البعثة قد اصطحبت معها داوود في رحلتها من القاهرة وبنتمنى له طبعا إن شاء الله كل التوفيق.